ويا مساء الخير، موجودين في حي النسيم وتحديدا على شارع ام المؤمنين سودة. وتغطيتنا لهذا اليوم حتكون لحلويات لاتين. عندهم ما شاء الله مجموعة كبيرة من الفروع على مستوى مدينة جدة، بعض الفروع تحت اسم لاتين وبعض الفروع تحت اسم شيرة. حنغطي لكم هذا المكان وكمان حنقدم لكم خصم 20%. وهذا المكان من الداخل، وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله بيقدموا هنا تشكيلة من المنتجات، الحلويات والمعجنات بالإضافة للشوكليت وغيرها من المنتجات اللي حنكتشفها الآن معاكم. خليني أعطيكم فكرة على الأشياء اللي بتميزوا فيها هنا في حلويات شيرة ولاتين. عندكم أول حاجة هنا كيكة البندق، هذه بصراحة حاجة من الآخر. ومن الأشياء كمان اللي تعجبني شخصيا عندهم، عندكم هنا الشوكو جوز، وهذا الشيء كمان يا جماعة لا يفوتكم اللي هو الكلير بالحليب أو كرات القشطة، حاجة من الآخر، جربوها وحتدعوا لي. قالوا لي كمان عندهم حلنورة، يعتبر من الأشياء المميزة والأكثر مبيعا، حأجرب وحأقول لكم رأيي بكل مصداقية. معانا هنا الأخت في حتعطينا فكرة كمان عن المنتجات الموجودة هنا. هذا حلا الجلاكسي، في طبقة بسكوت فوقها جلاكسي، في منها سنيكرز والكيت كات، وفي منها حجم أصغر كمان برضو الأنواع الثلاثة. وهذا في أغلب أصناف المحل، في معمول وبقلاوة وبتيفار وحلا جلاكسي وتمرية وغريبة. هذا كيك ألماني باللوتس، هذه كيكة فيها طبقة كاسترد، وهذه كيكة الجبن، وهذا كيك ماربل فوقه جوز الهند، هو تقريبا نفس كيك العائلة. هذا كوكيز وبسبوسة بالكراميل واللوتس، وهذا أوريو كابتشينو، وهذا سمسمية. من الأشياء اللي تميز فيها برضو كثير يحبوها، هذه حلا طبقات، عبارة عن طبقة كيك شوكولاتة فوقها فراولة وحوالينها توفي ومربى وجوز هند. وهنا عندنا بسبوسة بالنوتيلا، وهذا كيك دارسين كيك بالقرفة، وعندنا كيكة الزعفران برضو من الأكثر مبيعا، مشربة بالصوص، وكيكة الجزر فوقها توفي، وهذا انجليش كيك فوقه جوز هند. وعندنا حلا أميرة جوته باونتي ومبرة شوكولاتة. وتتوفر عندهم كمان هنا أطباق الشوكليت بأحجام مختلفة، وعلى فكرة كلها شوكولاتة بلجيكية. وزي ما انتم شايفين اشكال الاطباق كيف هنا مرتبة. وتتوفر كمان عندهم هنا هدايا المواليد باشكال مختلفة للاولاد والبنات. ومن الاشياء اللي بتميزوا فيها عندكم هنا المعجنات، وعلى فكرة تعالوا خذوا المعجنات من بدري، هذا الطبق الوحيد اللي بقي لانه الان الوقت متأخر الساعة 9 في الليل. ونقول بسم الله ونجرب هنا حلا نورة، عبارة عن بسكوت مقرمش مع الشوكليت وجوز الهند، حقول لكم رأيي بكل مصداقية، تعرفوني ما أحب أجامل. بدون مجاملة ولا مبالغة، حلا نورة بطل ويفوز، أطلبوه وعلى مسؤوليتي. عجبني وحأخذ لي كمان حبة ثانية. قالوا لي كمان ضروري تجرب هنا حلا شوكو جوز. جرب. حبيت كمان هنا الشوكو جوز، نفس الحلا محشي هنا بالكراميل والجوز.